سؤال عبد الله من العربان، قال طبعا قال نحن أتممنا صيام يوم الجمعة وبعض الناس أفطر يوم الجمعة، في يعني القصة التي حصلت في بلادنا في العيد الماضية، قال بعض الناس يقول لم تقبل شهادة من شهدوا برؤية الهلال ليلة الجمعة اللي هو الخميس ليلا لأنهم تشبهوا باليهود. أقول هذا الكلام لم تقله دار الإفتاء ولا يهود ولا نصارى ولا الكلام هذا إطلاقا، دار الإفتاء لم تقبل شهادة الذين شهدوا برؤية الهلال في الزويتينة وفي طمينة وفي شاهد في مسلاتة وفي بعض المناطق، لم تقبل شهادتهم لأن الفلك يقول إن الهلال لا يمكن رؤيته إطلاقا في بلادنا لا بالعين المجردة ولا بالتلسكوب. والمجامع الفقهية منذ سنة 1978 اتخذت قرارا بالقول بقبول الهلال في النفي لا في الإثبات، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن شهاداتهم جاءت متضاربة مخالفة للواقع، وشهادة الشهود برؤية الهلال لابد أن يتوافر فيها شرطان، الشرط الأول العدالة، الشرط الثاني معرفة أحوال الهلال ومنازله، والشرط الثالث الذي أضافته بعض المجامع الفقهية ألا يحيل الهلال رؤية ألا يحيل الفلك رؤية الهلال. يعني نحن سمعنا شاهدا يقول رأيناه بعد شروق المغرب، وشاهد يقول رأيته بعد غروب الهلال، وشاهد يقول رأيته قبل أذان المغرب، وكان الجو ملبدا جدا في بلادنا. وبالتالي دار الإفتاء حينما رفضت قبول شهادة هؤلاء لماذا؟ لأنها لم تتوافر فيها شروط قبول الشهادة. الأمر لا علاقة له بالسياسة، وهذا للأسف يقول بعض الناس يظن أن دار الإفتاء حينما قالت بتمام الشهر هذا أمر سياسي، معاذ الله، هذا رأوا اتهام للمشايخ واتهام للعلماء، وهذا أمر لا يقوله كل إنسان، لا يقول إنسان عاقل إطلاق. أمر الهلال في بلادنا لا علاقة له بالسياسة إطلاق. دار الإفتاء نعم في سنوات ماضية لم تمكن من تطبيق قواعد الهلال، فكانت تسبق سبقا جغرافيا بلجنة الفتوى التي في شرق بلادنا والتي لا تحترم حتى القطرة أصلا، مجرد يعني ما تعلن السعودية هي تعلن تبعا لهم، هذا الذي حصل. وفي بعض السنوات نعم حكمت برؤية الهلال، حكمت بدخول الشهر بناء على إمكانية رؤيته في أقطار إسلامية أخرى، الفلك يقول يمكن رؤيته. وفي بعض السنوات لأن هيئة الأوقاف في بلادنا كانت تتدخل، وهذا كلكم يعرفه الليبيون كلهم، كانت تتدخل في شؤون الهلال. في سنة 2019 أعلنت دار الإفتاء الإتمام، ثم ادعى شخصان رؤيته في سمنو، فخرجت هيئة الأوقاف وعلنت الهلال، ويعني أدخلت الناس في هرج ومرج في ذلك العام، وتدخل المجلس الأعلى للقضاء وحكم بصحة الشهادة، ودار الإفتاء لم تتكلم في ذلك الوقت حرصا على الكلمة، على جمع الكلمة. أما في هذه السنة فالحكومة منعت الأوقاف من التدخل في شؤون الهلال لأن القانون يعطي هذا الحق لدار الإفتاء، ودار الإفتاء طبقت القواعد الشريعة. أما بعض الناس الذين يصطادون في الماء العكر ويريدون أن يحاكموا دار الإفتاء إلى سنين سابقة، فما حصل في السنين السابقة كله يمكن الجواب عنه جوابا مقنعا. وحتى يا سيدي لنفترض جدلا أن دار الإفتاء مثلا حصل لها التضارب، لنفترض فدار الإفتاء الحمد لله هذه السنة مكنت من تطبيق القواعد الشرعية ولم تخالف تطبيق قواعد الشريعة في مسألة رؤية الهلال. أما مسألة يهود ولا كلام، هذا دار الإفتاء لا تتكلم في مثل هذه القضايا، هي تطبق قواعد الشريعة.